بتعمل ايه يا منير على السطح؟ صباح الفل يا روح. لا والله قلت اتسلى كده بعمل شويه اكل. انا رايحه اقعد على الكافيه مع اصحابي. ماشي يا حبيبتي، تروحي تيجي بالف سلام. ارجع الاقي الاكل خلص. عينيا حاضر عينيا. خلي ليلتك تعدي على خير. اهلا بيكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. الحمد لله عدت على خير. النهارده حبيت اعمل لكم الجمبري بالطريقه الاسكندراني. ناس كتير بتحب الجمبري بس ما بتعرفش تعمله. يلا نشوف مع بعض المقادير. جمبري متوسط الحجم، كمون، كزبره، جزر مبشور، فلفل بلدي، ثوم، طماطم وبصل. اول حاجه هنقطع البصل شرايح زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انا لحقت قطعت شويه قبل ما ايه يحصل علينا كبسه. فلفل بنقطعه بالشكل ده برضو. ثوم بنقطعه كده. الطماطم دلوقتي هنبدأ في تنظيف الجمبري. نخلي بالنا يا جماعة ان ظهر الجمبري بيبقى فيه خيط رم، لازم ان انا اشيله عشان اعرف اكله كويس. هنبص على طريقة شيل خيط الرم من ظهر الجمبري. هفتح ظهر الجمبري بالشكل ده. وهشيل الخيط اهو، لونه غامق عن لحم الجمبري نفسه. اهو بالشكل ده. هو ده كيس رمل يا جماعه، ده لازم يتشال عشان اعرف اكل الجمبري. اهو تاني. بسخن الجريل بتاعي وبعدين احط عليه رشة زيت. حط الثوم واحط البصل وهقلبهم لحد ما لونهم يدبل. اول ما البصل بتاعي لونه يدبل هحط الفلفل والجزر. هحط الطماطم بعد ما الخلطة بتاعتي اخدت سوا. هنزل عليها بالجمبري. هحط ملح كزبرة وكمون. نقلب الخلطة مع الجمبري. الجمبري استوى يا جماعة، والمشهد اللي جاي ده ممنوع على عشاق الجمبري وأصحاب القلوب الضعيفة. هنجيب الجمبرياية، شيل الراس. الراس دي هتتاكل، انا مش عارف الناس بترمي الراس ليه. قشرها كده. ورغيف بلدي. ونحط عليه الخلطة.
وبسم الله. ماذا أقول وقد قيل كل ما يمكن أن يقال؟ هو ده الجبال الإسكندراني، تحفة، أحلى حاجة ممكن تتاكل في الكون كله. لازم تعملوه بالطريقة دي. مع السلامة وأشوفكم الحلقة اللي جاية.